السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي. النهار ان شاء الله غادي نقدموا واحد الحلقة ديال في الحقيقة هي تعارف وشكر لجميع المشاهدين ديالي اللي كنهنئهم بالعيد الفطر. عيد مبارك سعيد. ان شاء الله هاد القناة تستمر بفضل المجهودات ديالكم والدعم ديالكم ليا. الحمد لله القناة راها في استمرار واستمرار. كنشكركم بزاف وكنقول لكم مبروك عيدكم ان شاء الله، تعيدوا الصحة والراحة وبالرزق ان شاء الله. هذا التربية ديال الأنانيب يعني في الحقيقة راها مديورة، ديما كنقولها راها مديورة الفقير أكثر من الغني، لأن هذا المخلوق الصغير اللي عطانا سيدي ربي يعني ما فيهش عناء ديال في التربية ديالو. إن شاء الله الحلقات السابقة غادي يكونوا مطورة أكثر، وغادي نحاول أنني ندير واحد مجهود باش نوصل لكم معلومة بأبسط ما يكون، والمعلومة أنها توصلكم حقيقية يعني كما عودتكم. ما كنحاولش أنني نطول عليكم في الهضرة، كنحاول أنكم أنني نعطيكم معلومة مباشرة. كنشكركم بزاف وكنقول لكم عيد مبارك سعيد، وإن شاء الله انتظروا مني الجديد والجديد إن شاء الله. وهذا الصيف غادي نحاول أنني يعني رغم أن القساوة ديال الحر أنني كنت ناوي غادي ما غاديش ندير الخلفات، غادي نحاول نقطع يعني ما نزاوش الأرانب ديالي، ولكن غادي نحاول أنني نزاوزهم باش رغم المشاكل اللي غادي يكونوا أنا غادي نحاول ندير هذا الصيف يعني فقرات مخصصة للمشاكل اللي كتوقع في الصيف، يعني مسائل ديال التبريد، مسائل ديال كيفاش نضلوا عليهم، كيفاش نعطيهم الماء، كيفاش نعطيهم الماكلة، كيفاش ننقيو عليهم، كاع المواضيع إن شاء الله غادي نحاول أنني نبلورها في واحد الطابع إن شاء الله اللي يكون نتعاملوا بيناتنا كأسرة إن شاء الله. والحمد لله رحنا أسرة فعلا، لان بزاف لي كومونتير كيجيوني ويعني كيشجعوني انني نستمر عليها، انني فكرت انني هاد الصيف غادي نستمر رغم قساوه الحر وقساوه هذه المنطقه اللي احنا فيها الحر، ولكن غادي نحاول انني ندير خلفات ونوريكم الطريقه كيفاش التعامل مع هاد الارانب وكيفاش تتجاوزوا هاد المرحله ديال الصيف باش ما تخافوش تخافوا من الصيف مره اخرى ان شاء الله. يعني اي مشاكل غادي تواجهني غادي نحاول نديرها لكم فيديوهات باش هاد الحرفه ديال حنا كنسميها حرفه ديال تربيه الانانيب تزهر وترسخ لكم في القلب ديالكم وتستمروا، لان هاد المشاريع بحال هكا في الحقيقه راها لابد ما تكون ولابد ما نوظفوها بواحد الشكل يعني انيق، ويعني الناس يعني يستافدوا من هذا المخلوق الصغير، لان الناس اللي داروا هذه التجاره هذه لقاو صعوبات في البدايه، ولكن من بعد اكتشفوا ان هذا المشروع خاصو غير شويه ديال الصبر، وهو ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نبلوروا في واحد العدد من الحلقات في الصيف. انتظروا منا الجديد، وعواشركم مبروكه، عيد مبارك سعيد، ان شاء الله يدخل عليكم بالرزق وباش كتمناو ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.